السلام عليكم، كل سنة حضراتكم طيبين ورمضان كريم. النهاردة أنا في صحبة مولانا، مولانا اللي يعني علمني الحب وعلمني إزاي أعيش سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي أعيش القرآن وأفهمه قبل ما أحفظه وأردده بلساني. النهاردة في صحبة الشيخ اللي هو المفروض يكون، يعني انا بقول كده ان المفروض كل واحد مننا يكون عنده المرجع ده، المرجع اللي اخذ العلم عن قلوب العلماء، عن قلوب التابعين، عن قلوب الصحابه، عن قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل على قلبه من لدن حكيم خبير. يعني مهما قدمت قلت قد ايه هذا الرجل العظيم اللي هيكون معانا في الحلقه هو يعني صاحب فضل كبير عليا، مش هقدر اوفي الحقيقه. فانا هنروح نصحب شيخنا في حلقه خاصه عن صحبه المشايخ مع فضيله الشيخ محمد عوض المنقوش. رجعنا بعد الفاصل في صحبه مولانا فضيله الشيخ محمد عوض المنقوش، ويعني انا هسيب نفسي واسيب حضراتكم نستمتع ونتعلم زي يعني كيفيه طلب العلم. منورنا مولانا. ربنا دايما، ربنا يحفظ حضرتك. انا يعني عايز اشكر حضرتك شكرا جزيلا على الهواء على كل يعني ما تقدمه لي ولنا كلنا، وان حضرتك قبلت دعوتي. ربنا يعزك. نورتنا. انا سعيد والله. ربنا يكرم حضرتك يا مولانا. مولانا يعني دخولا في الموضوع، واحنا يعني برنامجنا بيتكلم عن الصحبه وعن قيمه الصحبه، واحنا بنحاول كل حلقه ان احنا نكون في صحبه يعني صحابي جليل، وبيكون معانا اصدقائنا واصحابنا هنا عشان يعني نبقى متجمعين دايما على يعني على قلب واحد. ربنا سبحانه وتعالى ارتضى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقه في البلاغ وفي التوصيل، وهو انه يكون ما بين اصحابه فياخدوا من قلبه صلى الله عليه وسلم لقلوبهم، وده الاسلوب والطريقه اللي اتعلم بيها كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حوالين القيمة دي عايز يعني حضرتك إن شاء الله نتكلم فيها في الليلة دي، ونعرف إزاي نكون في صحبة المشايخ والعلماء. إحنا بنلاحظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي تلقى الرسالة والبعثة بتاعته، وإن هو نبي، وإزاي تلقى التنزيل من الله عز وجل عليه. نجد أن سيدنا جبريل هو اللي كان بينزل عليه، وربنا قال علمه شديد القوة. صحيح. فسيدنا جبريل كان الوسيطة بين سيدنا النبي وبين ربنا، فكان بينزل عليه الآيات ويتحملها سيدنا جبريل فيلقيها على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيلقيها سيدنا محمد على قلب الصحابة. فإذا ربنا عز وجل لما حب يعلم سيدنا النبي كان ممكن يعلمه من غير حد ما يبعته، لكن هو ربنا حب يحط منهج وقانون البشرية تتعلم به، مع أن ربنا قادر أنه يعلم سيدنا النبي وقادر يعلمنا كلنا بطريقة اللي هو الإلقاء، يحط في قلوبنا الحاجة وخلاص. لكن ربنا لا، نزل سيدنا جبريل عشان يعلم سيدنا محمد ويبلغه بالشيء الذي عايز يبلغ به البشرية، وسيدنا محمد راح مبلغ الصحابة، فأصبح سيدنا محمد في التوصيف هو شيخ الصحابة. صحيح، علمه شديد القوة، وأصبح الصحابة بعد كده لما هم تعلموا هيعلموا اللي بعديهم، فأصبح التابعين شيوخهم مين؟ هم الصحابة. وأصبح سلسال ماشي في الأمة بنسميه الإسناد. بالطريقة دي، ده اسمه الإسناد. الإسناد إن واحد يقول لواحد، لكن الاسناد مش انك انت تقرا في كتاب. صح. فلو كان تقرا في كتاب كان ربنا نزل الكتاب حطه على الكعبه وقال للناس ادي الكتاب موجود، زي ما انتم بتقروا المعلقات بتاعتكم بتاعت الاشعار، ادي الكتاب ده علقوه على الكعبه واقروا الكتاب دوت، ومش محتاجين لاي رسول ولا نبي. فربنا حط القانون ده، قانون الهي في طريقه التعلم والتلقي، ان حاجه تكون عن طريق كتاب لوحده لا، ده بيكون في خطا كتير. زي ما حضرتك علمتنا انه من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه. صحيح. انه لما يكون ده الشيخ وده المرجع بالنسبه لي هو الكتاب وبس، وهيكون فيه فعلا زي ما احنا بنقول كده الحفظ اكثر. انا حافظ مش فاهم. حافظ مش فاهم. وكتب الادبيات بتقول كده، بتقول ان لا تاخذ العلم من صحفي ولا مصحفي. صحفي يعني اللي بياخذ كتب من الصحف، يعني من الورق. الورقه يعني الصحيفه. فتفتح كتاب تقرا منه لوحدك، ما انت بقيت صحفي، يعني تاخد ورقه من مالكش حد بيعلمك ويدرسك. ولا مصحفي، اللي يقرا القران عمرك شفت حد تعلم القران من غير شيخ؟ فبيحصل سنتنا في المسلمين كلهم كده، لازم يتعلم القران على شيخ. برضو العلم لازم يبقى كده، الفهم. يعني اصلا القران بيحكي عن ده، فبيقول وانك لتلقى القران. صحيح. من حكيم خبير، النبي تلقى تلقي، ما منزلش فعلا في ورق وصحف. هو تلقي يعني اخذ، بتاخد صدر عن صدر. لكن ما تاخدش صحيفه عن صحيفه. وزمان كانوا بينكتوا على الناس اللي هي بتاخد من الصحف،
بيقولوا لا تكن كالحكيم توما. لما جه يعلم عمل نفسه طبيب كان بيقرا الطب من الكتب. فجه له واحد مره عنده مرض، هو كان ارى ان المرض ده علاجه انه ياخد وصفه كده معينه. فقال له انت اللي انا قريته في الكتاب انك تاخد الحيه السوداء. الحيه يعني التعبان زي الافعى كده. حيه سوداء. تحطها في بقك. يا نهار ابيض. تبلعها يعني تاكلها. سفها. قال له تسفها في بقك. فالراجل راح مصدقش خبر، راح جايب الحيه السوداء وراح سفها مات. طبعا. فالناس جت تتخانق معاه، ايه اللي عملته ده؟ قتلت الراجل. قال لهم انا ما عملتش حاجه. انا الكتاب بيقول كده. قالوا له فين الكتاب ده اللي علمك ده بيقول كده؟ قالوا اهو. قعدوا يقروا، قالوا له دي الحبه السوداء مش الحيه السوداء. حبه البركه يعني. ايوه. لما تقول له حبه البركه تقول له الحيه. فقالوا لا تكن كالحكيم توم. وكان بيقولوا على كده شعر كان بيتمثلوا بيه في اللي بيعمل زي الحكيم توم ده. بيتمثلوا بيه على لسان الحمار ده، كان بيتمثلوا على لسانه شعر. بيقول الحمار كده بيحس يعني، بيقول لو انصف الزمان كنت اركب. لو الزمان ينصفني كنت انا اللي اركب على اللي فوقي دوت. صحيح. فانا جهلي جهل بسيط، انا عارف ان انا جاهل. فده جهلي بسيط يعني معروف، انا جاهل وعارف ان انا جاهل، خلص ما بتكلمش في العلم. وصاحبي جهله جهل مركب. ان هو ما بيعرفش وفاهم نفسه انه بيعرف في ظل الناس عشان قرا من كتاب. فركن الاركان وقانون القوانين هو انك انت تتعلم على شيخ. مش تاخد من كتاب. ولذلك زمان يعني اجدادنا كانوا بيقولوا كلمه جميله جدا، يقول لك العلم في الراس مش في كل راس. كانت يعني حكمه. حكمه بالغه. يمكن يا مولانا دي من اهم النقاط في بدايه كلامنا عن صحبه المشايخ، وهو ان التلقي يكون من قلب عن قلب زي ما كان سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيخلينا، ده اللي بيوصل لنا العلم بالاسناد المتصل زي ما حضرتك قلت، من قلب النبي لقلوبنا، لانه الكتب بتكون يعني ناشفه زي ما عمل الحكيم توما. لكن في احاديث تانية كتير عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده تقريبا لسيدنا الامام مالك يعني مغامرات فيها، انه كان بيشوف كتير من الرجال في المدينه المنوره بيعملوا حاجات مش زي ما نص الحديث بيقول. فيعني هل مثلا ممكن يكون في حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او ايه في القران نصها بيقول فعل معين لكن هي قصدها مفهوم تاني معنى تاني؟ ده كتير في الشريعه بتاعتنا كده. وسيدنا الامام مالك زي ما انت قلت ما كانش بياخد بحديث مباشره، كان بياخد لازم بفهم شيخه للحديث. لان هو لما يشوف حديث ما شيخه بياخدش بيه يقول لك اكيد انا شيخي دوت ما كانش بيضحك عليا. اكيد هو فاهم في الحديث ده حاجه انا مش فاهمها. الحديث يطلع منسوخ، يطلع مخصوص. يطلع منسوخ مثلا النبي يقول لنا لا تزوروا القبور. في الاول كان في نهي عن زياره القبور. وبعدين قال الا فزوروها. قال لهم الا كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. يعني حديث بينسخ حديث، حديث بيغير. طيب. الحكم بالضبط. لو انت كنت مطلع على الحديث الاولاني بتاع النهي عن زياره القبور وما شفتش الحديث الثاني اللي فيه النسخ للحكم الاولاني اللي هو كنت نهيتكم الا فزوروها، هتاخد بالحديث الاولاني. صح. لكن انت ما ينفعش تاخد كده بالحديث لوحدك. صح. فممكن يكون في حديث صحيح بس يكون منسوخ. وحديث فما تغلطش صلح. الشيخ 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 المفترض في الفهم بتاعه لو كان هو شيخ مش هيغلط. ليه؟ مش عشان هو معصوم. عشان هو بينقل الفهم بتاع الامه اللي سبقته. الشيخ اللي هو اخد عن شيخ ما بيغلطش في الاحكام. يعني لازم يقول لك الاحكام، ممكن يغلط في النقل ينسى، لكن ان هو يفتري على الامه حكم جديد ما ينفعش يفتري على الامه حكم جديد. يعني احنا عايزين نزور القبور يا مولانا، لا سيدنا النبي نهى عن زياره القبور وقال لا تزور القبور. الحديث المنسوخ يعني بس عشان نوضح معناه اكتر يعني للجمهور، انه يعني عايز حضرتك تبسط لنا كده معنى الحديث المنسوخ. يعني ايه منسوخ؟ الحديث المنسوخ يعني النبي قال حاجه ما تعملوهاش دلوقتي وبعد سنه او شهر او سنتين قال لهم لا ارجعوا اعملوها تاني. نسخها يعني لغى يعني الحديث القديم وجاب حديث جديد عن نفس يعني الحكم. يعني بس يعني الحكم الاولاني اتلغى. يعني خلاص. كانه لم يكن. بالظبط. ما اصبحش له اثر في المعنى في العمل بتاعنا. خلاص. فانت لو هتروي الحديث ده تاني بعد ما اتلغى يبقى انت هتعمل عكس الدين. بالظبط. وعشان كده ما ينفعش تاخد حديث وتفهمه لوحدك. خلاص يعني لازم عارف هو ايه ده منسوخ ولا موصول، يعني ايه نوع الحديث ده؟ اللي هو ايه؟ منسوخ؟ يعني لا يعني لازم قبل ما اعرف الحديث اعرف ايه نوع الحديث ده عشان هو ممكن يكون بيديني حكم، الحكم ده خلاص نسخ وبقى مش موجود. ده حقيقي. ولذلك لازم تاخد عن الشيخ نفسه. لازم تدرس متن فقهي. يعلمك خلاصه الاحاديث دي كلها في الاخر خلاصتها موجوده في المتون الفقهيه. جمعوا بينها وحطوها في المتون الفقهيه. لكن عشان تاخد بحديث لوحده كده مش هينفع. ولا كان الامام مالك عمل كده. كان الامام احمد نفسه كان عمل كده. ما كان هو احفظ الامه يعتبر. وكان الشافعي بيشهد له بكده، الامام الشافعي. يقول الإمام أحمد بن حنبل أنتم أعلم بالحديث مني يا أحمد.
فإذا جاءكم الحديث مصريا أو شاميا أو عراقيا فأبلغون به حتى نصير إليه. طب ما كان الإمام أحمد هو أبدا هو أعلم بالحديث من الشافعي وأحفظ منه، طب يروح لي للشافعي يقرأ عليه، ما كان خلاص بعرف أنه كده الشيخ قال له أنت أعرف الحديث مني، لكن هو أفهم بالحديث منه لا. لما قال له الإمام أحمد اذهب سفيان بن عيينة موجود عنده إسناد عالي الحق خذ منه الأحاديث، قال لا أذهب إليه وأترك الشافعي، فإنه إن مات ابن عيينة أخذت الإسناد عن غيره بنزول، ممكن مش مشكلة بيني وبين النبي أربعة أخليهم خمسة، لكن إن ذهب عقل الشافعي لم أجد عقلا مثله يعني اللي بيفهم. قال الشافعي ولنا كان كالشمس للدنيا، زي الشمس للدنيا، الدنيا ظلمة الشمس تجد نورها الفهم تفهم. ولذلك الإسناد الفهم أنك تأخذ عن الشيخ الفهم ده مهم. ممكن الحديث يطلع في الآخر النبي قاله وما أقصدش به المعنى ده، زي مثلا يكون معنى مخصوص، زي نهى عن الترجل إلا غب إلا غبا، نهى عن الترجل يعني عن تسريح الشعر إلا غبا، تسريحه والدهان بتاعه أنك تدهنه بالزيت والكريمات والحاجات دي. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنك أنت تسرح شعرك كتير. سيدنا النبي نهى عن تسريح الشعر، والحديث ده له معنى مخصوص، يعني هنرجع بعد إذن حضرتك بعد الفاصل نعرفه، يعني حاجة كده تشويقية يعني، مستنيكم بعد الفاصل. دلوقتي واحنا لسه في صحبة المشايخ، مولانا قال حاجة غريبة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان احنا نسرح شعرنا ونحط كريم، ايه القصة مولانا؟ النبي قال، الصحابي نقل عن سيدنا النبي قال نهى عن الترجل الا غبا، يعني ما تسرحش شعرك في اليوم كتير، او انك انت تسيبه يوم او يومين من غير تسريح. تخيل تطلع وانت الصبح صاحي شعرك منكوش، تطلع للناس تقول لهم عشان النبي قال ما تسرحوش شعرك. انا قريت الحديث كده وفهمته كده، فيطلع يومين كده للشغل بتاعه وشعره منكوش ويوم تاني مسرحه. ليه بتعمل كده؟ قال له عشان انا النبي قال نهى عن الترجل الا غبا. الا غبا يعني ايه؟ يعني تسرح يوم وتسيب يوم. فالفقهاء قالوا صح والنبي قال كده، بس كان بيقولها لصحابي كان فاهم. لما النبي امر بعض الصحابه الاخرين باكرام الشعر قال اكرم شعرك والدهن، اكرم شعرك يعني اعتني بيه وسرحه وخليه كده جميل. فالصحابي كان بيعمل في اليوم اكتر من مره، يعني بيعمل مرتين وثلاثه. فراح النبي لما الناس شافت الصحابي ده بيعمل كده قال له ان انا ما قلتلكش انك انت يعني تسرف على نفسك وتخلي الموضوع صعب عليك انك انت تحس ان القصه لا لازم اعمل كده. لا قالوا لا يعني انا مش قصدي كده خالص. فقال لك راح النبي الصحابي اللي بيحكي بقى وبيكلم الصحابي تاني قال له فنهى عن الترجل الا غبا، يعني قال له ايه؟ يعني ما تبقاش تحبكها قوي، لازم في اليوم ثلاث اربع مرات. فالحديث العلماء فهموا منه مش منع التسريح كل يوم ولا دهن الشعر كل يوم، قال لك انك انت تعتقد ان ده لازم عليك، ما تعتقدش ان ده لازم عليك، ده مش واجب عليك تعمله كل يوم مرتين ثلاثه، ممكن تعمله زي ما انت عايز، مش واجب عليك، ده من باب النصيحه. بالظبط. فلو واحد قرا الحديث ده من غير ما يفهمه على مجمل الاحاديث مش هيسرح شعره، لان تسريح الشعر هيطلع حرام، هيطلع يوم شعره منكوش ويوم شعره متسرح. وده زي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. تخيل واحد سمع الحديث ده لا يصلي احدكم العصر الا بني قريظه، قال لك خلاص انا كل يوم اركب الطياره واروح بني قريظه هناك في المدينه المنوره اصلي العصر وارجع. الحديث ده ليه قصه، ففي احاديث مثلا يقول لك حديث له قصه. فلما تاخد متنه كده لوحده مش هيوضح معناه. ومولانا يعني في بعض شباب في سننا كده بيبقى يعني مش ده عنده حاجات تانية اهم، او مش اهم، في اولويات في حياته، مثلا بيدرس حاجه تانية غير العلم الشرعي، فاكيد ممكن ما يكونش عنده اهتمام انه يتعلم العلم الشرعي ويدرس الاصول والفقه والاحاديث. فبالتالي اللي هيسد عنده الجانب ده او يخليه يفهم دينه صح هو متابعه الشيخ. وده اللي عايز يعني ده اللي مخليني عايز اسال حضرتك، هي يعني فائده الشيخ بس ان انا يعني انه بس بساله سؤال ويرد عليا وخلاص؟ لا، هو فائده الشيخ في الاصل ان هو بيفهمك الفهم الصحيح المنقول عن سيدنا النبي، بيوصلك بالنص الصحيح. فالشيخ اول حاجه ليه فائدتين، الفائده الاولى اسناد الروايه، وثاني حاجه اسناد الفهم. اسناد الفهم والروايه دول مهمين الاثنين مع بعضيهم،
لأنه بيخلوا الإنسان فهم وحافظ مع بعض. لو الإنسان قصر في واحدة فيهم هيضل طبعا. فأهم حاجة في الشيخ إنه ما يخليكش تضل، دي أول حاجة. لأن كل الفرق اللي ضلت زمان كان سببها إن هما فقدوا الفهم. كان حافظين مش فاهمين. الدليل قصة سيدنا عبد الله بن عباس مع الخوارج. فحافظين مش فاهمين راحوا أضلوا. المعتزلة، الخوارج، الكرامية، المرجئة، كل دول كل دول لما ضلوا ضلوا عشان ما كانش عندهم شيوخ، دور على شيخهم ما تلاقيش. صح. ففائدة الشيخ ده أول حاجة الفهم، إنه يعصمك من الضلال. عشان بينقل ليك المعنى عن شيخ وعن شيخ وعن شيخ لغاية الصحابة. فده أمان. بالتالي قصة سيدنا عبد الله بن عباس بتوضح المعنى ده قوي، إنه حواره مع الخوارج زي يعني ما كانت مذكورة موجودة في الكتب، إن الخوارج ليهم بعض تعليقات على سيدنا علي بن أبي طالب وهم جايبينها وبيقولوا إن دي أدلة من القرآن الكريم، هو القرآن بيقول كده وإحنا مش هنعمل غير اللي القرآن بيقوله. فيروح سيدنا عبد الله بن عباس ويقعد معاهم ويقول لهم قولوا لي انتوا عايزين تقولوا ايه؟ فيقولوا له اولا علي بن ابي طالب حكم الرجال في دين الله، والقران قال ان الحكم الا لله، ما ينفعش حكم الرجال. وتاني حاجه ما اخذش الغنائم، ويعني قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فان كانوا كفار اللي بيقتلهم دول فكان لازم ياخد الغنائم. صحيح. وان كانوا مسلمين فحرام اساسا قتلهم وقتلهم. صحيح. ثالث حاجه قالوا ان هو محى كلمه امير المؤمنين في الحادثه اللي حصلت، قالوا له لا شيء امير واحنا مش معترفين انك امير المؤمنين في الاتفاقيه دي، فهو محى كلمه امير المؤمنين، اذا فهو امير الكافرين. فدول ناس مسلمين ومن المفترض ان هم عارفين الدين، ومش مش يعني مش اي دين بقى دول، عارف ده بيجيبوا كمان ادله من القران الكريم ومن السنه النبويه المطهره. فكان رد سيدنا العباس عليهم في قضيه حكم الرجال ان الحكم الا لله. هم قالوا له ان الحكم الا لله، ما تحكمش حد، انت جبت الحكمين بيننا ابو موسى الاشعري وسيدنا عمرو بن العاص ودول رجال، وربنا يقول ان الحكم الا لله، ايه جاي بتحكم الرجال؟ يبقى انت بتخالف حكم الله. بتحكم ربنا بس. طب حكم ربنا ازاي يا جماعه؟ هو ربنا هينزل في الارض ويحكم بين اثنين يفصل زي القاضي كده، ولا ربنا بيدي تفويض لناس انها تتكلم؟ فان ما جاب الحكم اللي هو بين الزوجين لما يحصل بينهم خلاف، فأتوا بحكم من أهله وحكم من أهلها، إذن هو ذكر أنه هو تجيب حكم من أهله وحكم من أهلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي أجاز حكم الرجال. فقال لهم ابن عباس خلاص كده الحتة دي؟ قالوا خلاص. فهم دي كانوا حافظينها لكن مش فاهمينها. حافظين ومش فاهمين. فده يقول لك اللي بيحفظ وما بيفهمش. راح في الآخر أدخل على التانية. التانية قالوا له قاتل ولم يسبي. هو أنت بتقاتل الناس، طب أنت بتقاتلهم دول كفار؟ لا كفار، يبقى هتاخد الغنائم بتاعتهم، ولو مش كفار أنت بتقاتلهم ليه؟ فقال لهم يعني أنتوا دلوقتي جايين تقولوا إن أنا لو قتلتهم يبقى دول أصبحوا من الكفرة؟ قالوا له هما كده أصبحوا كفرة، فمادام كفرة بتاخد الغنائم بتاعتهم. فهو يعني هو قال لهم إنه فيهم أمكم عائشة. قال لهم السيدة عائشة أم المؤمنين، مين فيكم ممكن يحب يكون هي من السبي بتاعه؟ وتبقى زي الزوجة بتاعته ويتجوزها من الجواري؟ فلو أنتوا قلتوا والله أنا ممكن أعمل كده، يبقى أنتوا رديتوا الكتاب، لأن النبي قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. تتجوز أمك؟ يبقى أنت كده بترد حكم الكتاب. بالظبط. ولو رديت حكم الكتاب كفرت. قالوا لو قلتوا دي مش أمنا، يبقى برضو أنتوا إيه؟ بتردوا حكم الكتاب. حكم الكتاب وتبقى كفرتوا. في الحالتين كفرتوا، فتحبوا تكفروا ولا تحبوا تخليكم مؤمنين؟ قالوا لا خلينا مؤمنين احسن. قالوا خلاص يبقى انتوا كده دي خرجنا منها برضو. وادي الثانيه. ودي الثالثه قالوا له انه سيدنا علي بن ابي طالب محى كلمه امير المؤمنين، اذا هو امير الكافرين، ما ينفعش انه يمحي كلمه امير المؤمنين من جنب اسمه. هو عندهم يا ابيض يا اسود. هو حافظ مش فاهم. بالظبط، هو الحافظ مش فاهم ده يبقى كده. قال لهم انتوا فاكرين قصه الحديبيه؟ قالوا له فاكرينها. وفاكرين النبي لما جه سيدنا علي اللي انتوا بتنكروا عليه دلوقتي صحيح. نفسه، وقال له يا علي امحوا محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، عشان الكفار بيقولوا له انت لو كنت رسول الله ما كناش قتلناك اصلا. احنا لو نعرف انك رسول الله احنا قتلك ليه؟ فانت امحو دي وحط محمد بن عبد الله. قال لي علي امحوها. فعلي ما رضيش يمحاها، سيدنا النبي راح محاها بنفسه وكتب محمد بن عبد الله. فقال لهم فاكرين دي؟ الرسول هنا بقى كان رسول الكافرين عشان مسح رسول رب العالمين؟ قالوا له لا. قلتهم خلاص. في اللحظه دي بقى في اللحظه دي رجع من الخوارج دول 20,000 تابوا. عرفوا انهم كانوا على غلط. حافظين يعني هو كان بيجاوبهم من ادله هم نفسهم حافظينها، لكن هم عشان ما درسوش على شيخ ما فهموش. ودي اهم حاجه في الشيخ، انه يعصمك من الضلال في الفهم. صح.
بتهيألي اقوى حاجه في صحبه المشايخ انه يكون واخد باله من النقاط المهمه دي. في ناس بيبقى عندها مرارة حماسه للدين ويعني بنحسبهم على الخير وكل حاجه يعني، وانه بيبقى عايز غيران قوي على الدين وعايز يدافع عنه وينافع عنه، لكن هو مش فاهم، فبالتالي محاربته من اجل الدين بتبقى اصلا محاربه للدين، انه بيوصل لي المعنى مغلوط وغير مفهوم. واحنا زي ما قلنا في حلقه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، انه كان شاب صغير بيقعد في وسط كبار الصحابه وهم بيتكلموا في الدين، وهو تقريبا يعني كان مثيل وشبه سيدنا عبد الله بن عباس في الوضع ده وفي الحاله دي. هو اتعلم الحلال والحرام وكان اعلم الامه زي ما شهد له النبي بالحلال والحرام، فقدر لان هو بيحب، يعني هو كان اعلم الامه بالحلال والحرام لان هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، فعايز يشوف ايه الحلال اللي ربنا بيحبه عشان يعمله وايه الحرام اللي ربنا ما بيحبوش عشان يبعد عنه. فطالما هو شاف ده حلو وحبه قوي المفروض انه يوصله بنفس الشكل. فانا اصلا يعني حضرتك بتدعو الى الله ليه او بتكلم ناس عن ربنا ليه؟ عشان يحبوه وعشان يفهموه صح وعشان يعرفوا الدين الصحيح. فمطلوب اصلا منك كشخص داعيه بتدعو الى الله انك تبقى فاهم الدين الصحيح ده. وكان خلاصه يعني القصه زي ما حضرتك علمتنا وزي ما سيدنا عبد الله بن عباس بيقولها رساله قويه، انه خلاصه الكلام عشان تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى لازم تكون فاهم مش بس حافظ. ويمكن خلاصه الكلام اللي حضرتك قلته لنا في الحلقه النهارده انه محتاج انك تكون عايش النصوص وحاسس النصوص وتبقى خارجه من قلبك. مولانا يعني قبل ما نمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوا، عايز اشكر حضرتك واقول الحمد لله يعني انه ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بصحبه حضرتك واني اتعلم الدين الصحيح عن حضرتك بالاسانيد. وانا بحمد ربنا انه عرفني بيك واكرمني بصحبتك. الله يكرم حضرتك مولانا، ربنا يحفظ حضرتك وياك. هنمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، بلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. صلوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله